أثابكم الله. يقول السائل: هل طه وياسين من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا عند الجهال، وإلا طه حروف مقطعة، طه ياسين حروف مقطعة يا سين، مثل حاميم، مثل ألف لام ميم، مثل طاسين، طاسين ميم، هي حروف مقطعة، لكنهم خلوها أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أسماؤه معروفة ثابتة، ما فيها طه ولا فيها ياسين. نعم.